48 فصلوا الضفة الغربية عن غزة، الضفة الغربية استلمتها الأردن، غزة استلمتها الإدارة المصرية. هذه السكة الحكاية قديمة. إيش الحكاية؟ القطر يجي من القاهرة لغزة، ومن غزة كمان يرجع للقاهرة. كان تمر البضايع في قلب القطر هذه، ونروح ونيجي في القطر هذه. طلاب اللي زيكو كانوا يتعلموا يروحوا برضو هناك على 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 مصر، يتعلموا في مصر. ظلينا يا سيدي بلد واحدة، احنا مصر للسبعة وستين لما اجى الاحتلال كل حاجة انتهت. بدي اخذكم على اماكن تانية اللي احنا سرقنا فيها. يلا يا جماعة. سافر بطلنا يا حج مين يا حامي وطننا. أي على القدس لازم نرفع علمنا ويرفرف على كل الأبواب. اهلا وسهلا شرفونا حمامنا. هذا يا سيدي سلاح ايام السبعة وستين، هذا له 50 سنة وانا محافظ عليه زي ما انا محافظ على روحي، محافظ على سلاحي. لما أنا كنت في السعودية، اسمعوا القصة كيف صار عندنا جيش التحرير الفلسطيني في غزة هنا، والناس اللي أجوا بيقول والله صار عندنا جيش. كيف؟ قال بقيادة أحمد الشقيري، هو أول رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري. فأنا قلت والله إلا ألتحق بالجيش، فالتحقت في الجيش. أجيت هنا والتحقت في الجيش، أخذونا ودونا على الكتيبة الخضراء اللي في غزة، اللي في غزة هنا أخذوني. كان عمري 28 سنة، فدربونا 40 يوم ممنوع إنه نروح على أهلنا، فتدربنا هنا في غزة وجبونا على الكتيبة هذه، على الكتيبة هذه. وكان الموقع تبعنا في المنطقة هذه اسمها سرية نقل 55، هذه كلها كانت جيش. تعالوا أقول لها تعالوا جاي تعال اقعد 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 اقعد. من اللي كانوا يدربونا؟ كانوا يدربونا ضباط مصريين ومعهم ضباط فلسطينيين. الناس يعني ارتفعت راسها، صارت كل الشباب انخرطت في جيش منظمة التحرير الفلسطيني، صارت عندهم معنوية عالية، صار الكل يجي هنا تلاقي الجماهير كلها انه في جيش لنا هنا لتحرير فلسطين. يعني تعين 48 كانوا يجي هنا يقول يا الله ينصركم الله ينصركم حتى تردون أراضي 48. كانوا مخلوناش في مكان واحد، مخلوناش، خلونا من الكتيبة خلونا على البحر، من البحر يخلونا عند الجند المجهول، من الجند المجهول نروح على المنطار. فالحين بيقولوا إنه إسرائيل بدها تضرب الدول العربية، والدول العربية بدها تضرب تل أبيب، يعني بدها تصير معركة. الحين لما بدها تصير المعركة يعني الحين إحنا عن جدية بنخدها. القائد تاعنا قال دير بالك إيدك على الزناد ما تنامش، إياه العدو إن رفعت إيدك على الزناد العدو بقتلك في لحظة. يعني في 5 حزيران 1967 احنا كنا على ساحل البحر، فاحنا تفاجأنا الا لو نسرب طائرات مرقة. احنا بدنا نفكر اننا مصريات والله سوريات والله، تفاجأنا الا لو ان الطائرات مرسوم عليها نجمة اسرائيلية. قمنا حطينا على طائرة منهم وأسقطناها.
حينما أسقطناها شوف أنت كيف الطائرة سقطت، هو نزل بمظلة والمظلة فيها قارب، المظلة فيها قارب هنا، إحنا من نفس النتفة هذه، في جنود من تحت هنا، في جنود هنا، في جنود كانوا هنا، ونحط عليه هكت أضحي نضرب عليه على طول هكتة، شايف؟ هو يضرب علينا وإحنا نضرب عليه، نضرب علينا من في عنا شباب قاموا دخلوا في البحر، قبل ما دخلوا في البحر ونجيبوه، لما جبناه أخذناه أسير، فتحنا على الراديو ولو أن المطارات المصرية مضروبات ولو أن سوريا الله أكبر من قطاع غزة اللي هو ليس دولة يطيح طيارة، ومصر وسوريا ما يطيحوش ولا طيارة، الله معقول؟ ومين الحين زهرة الشباب؟ أنت بدك تمسك المندقية امسكها، من بعدي تستلمها، وأنت تسلمها امسك، تسلمها كمان إلك ويرات لك ولبنك، وتعطي درس زي ما أنا عطيتك الدرس هذا تفهموه لأولادكم. بعدين إحنا إن أرض مغتصبة جوا، بتحرير هذه الأرض ولا يمكن يصير بيننا وبين إسرائيل سلام إلا بتحرير الأرض. والحين أنا جبتكم هنا هذا تاريخه وتنسوه، جبتكم على ساحل البحر وين أسقطنا الطائرة الإسرائيلية، والحين بدي أوديكم على المنطار أجتنا الأوامر قلنا نروح على المنطار. إيش كانت المنطقة المنطار هذه؟ هذه أعلى منطقة في كل قطاع غزة، كانت تكشف العدو من شرق الحدود وتكشف البحر من غرب. وقفتي هذه اللي أنا وقفتها إلى 50 سنة، والذكريات الحين رجعني لي قبل 50 سنة في هذه المنطقة. استعدينا للمعركة، لو أن الإسرائيليين كانين وين حاطين الدبابات؟ في الأحراش الشادي، شايفين الأحراش الشادي؟ هذه الأحراش الشادي كانين كل الدبابات حاطينهم في قلبها، كانين شايف العمارة هذه؟ هذه كانت أول دبابة عندهم، ضربوها قذيفة، لما ضربوا الدبابة قذيفة هم المصريين اللي هنا اللي عند جحر الديك، الحين صابوا الدبابة، لو أن الدبابة القائد اللي فيها ظل طيب، هم معهم معدات أكثر منا، فيش معدات؟ معهم أسلكي، معهم أجهزة يعني اللي ولو إن كمان إيش الطائرة بتعمل دخنة حلقة على النتفة هذه اللي فيها الضباط المصريين الاثنين، تعمل حلقة هنا إنه يا المدفعية اللي هناك تضرب في النتفة هذه اللي فيها الدبابات هذه اللي هنا، صار الضرب يتمركز هناك، الطيران يضرب إلا لما فيش ولا طلقة من الدبابة طلعت، عرفنا إنهم استشهدوا، عرفنا إن الضباط المصريين الاثنين جزاهم الله خير إنهم رحمة الله عليهم استشهدوا هنا في جحر الديك. الحين الدبابات قدمت، ولو إن المشاة الإسرائيلي ما جاش من هنا، أجل المشاة الإسرائيلي من وين؟ أجوا من تلو الضباط المصريين اللي استشهدوا، وإحنا شوفنا بعينا هذا الكلام. الحين لما نجح إحنا صرنا نطلع، الحين وصلوا الجنود المصريين اللي استشهدوا، ولو أنهم عبراهم أعطيهم التحية العسكرية هيك، الضابط الإسرائيلي قال لهم أوقفوا عندهم عند هذول الجنود وأعطوهم التحية العسكرية، التحية العسكرية يعني هذه الجلدية، يعني لأنه عدونا لكن هذا هو جلدي. شوف لما كان اجى علينا هو الضابط اللي هو هذا تبع مصر المسؤول عنا كنا هنا، فاجى الحين خلص انتهت الحرب، يعني خلص اسرائيل
أخذت غزة وسيطرت أصيل. أقسم لك بالله إني الرتب تاعته اللي هنا كلهن من ضرب الطيران ومن المدفعية زي رماد عليهن، زي رماد عليهن. فجأة قال يا شباب، عارف يعني يا شباب إيش؟ يعني بحاجة حزن، يا شباب إحنا لسنا دولة ولا إحنا كذا، يا شباب كل واحد يستعمل عقله، فإحنا والله بكينا، كل واحد يأخذ الثاني. يعني أنت مش عارف إيش تتصور، كيف من حالة حرب لحالة لا سمح الله، أنت يعني زي يعني أنت ما زي الطير، طير وجناح انكسر. هذه مقبرة المنطار، دفنوا الجنود المصريين في 67، دفنوهم هنا في 5 حزيران، جابوهم هذولهم الأبطال، هذولهم الشهداء، هذول قدموا الواجب والله أكثر من دولة. هم اللي عاقوا الدبابات الإسرائيليات والمشاة. الفاتح لروح، لا روح شهدائنا يا حياة. آمين آمين، رحمة الله عليهم، الله يرحمهم.